السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم معزز. اخباركم؟ اخيرا فيديو مراجعة كاملة عن ايفوتبول 24. بالفيديو شباب باختصار هنقولوا كل الحاجات الجديدة اللي نزلت في لعبة ايفوتبول 24، بحيث لو انت لسه ما نزلتهاش لغاية دلوقتي ومتردد في الفيديو ده، انا متأكد انك انت هتاخد القرار الاخير، يا اما هتحملها يا اما خلاص مش هتحملها. واقول لك برضو حاجة مهمة جدا في اخر الفيديو. المهم طبعا الاول اعتذر جدا 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 لانه الفيديو ده اتاخر جدا 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 برضو. فاول حاجه زي ما انتم شايفين، اول تغيير في لعبه اي فوتبول وهو شاشه البدايه. زي ما انتم شايفين من فوق شعار الانر انجن من فوق على الشمال، جابوا ميسي هو ماسك الكره وباصص لفوق مع الوان جميله بصراحه زي ما انتم شايفين. وطبعا على اليمين مكتوب اي فوتبول 24 من تحت الاصدار 3.0.0 طبعا. وهنا برضو اضغط على زر التأكيد يعني عشان نبدأ اللعبة، ولكن زي ما انتم شايفين ده التصميم الكامل لشاشة البداية للعبة ايفوتبول 24، وبصراحة لو هنقارنه بالقديم فده افضل مليون في المية. فيلا يا شباب نبدأ على طول بلعبة ايفوتبول 24. واول حاجة زي ما انتم سمعتوا دلوقتي وهي صوت القوائم. لعبة ايفوتبول برضه المطورين غيروا صوت القائم، هو حاجة عادية يعني، ولكن بصراحة حاجة حبيت اتكلم عنها لانه يعني صوت القائم صوت فخم اللي هو عملوه ده غير الصوت الاول تقريبا، باين ما كانش في صوت، فهم اضافوا صوت يا جماعة. فهتستمتعوا بالصوت زي ما انتم شايفين طول ما انا بنتقل بين قائمة والتانية. فالمهم برضو التغيير التاني وهي القوائم. برضو يا شباب زي ما انتم شايفين هي القائمة هو التصميم ما تغيرش، كل اللي تغير في القوائم هو الالوان فقط. زي ما انتم شايفين الخلفية بتاعت القوائم بقت باللون الاسود وخطوط باللون الازرق، برضو مدي شكل بصراحة جميل. ولكن اللي مش جميل واللي تقليدي وعادي جدا هو شكل القوائم اللي هي بتاعت حقيقي وفريق الاحلام. الالوان ما بتكلمش على الالوان، الالوان غيروها وبقيت برضو ممتازة بصراحة، ولكن الشكل العام مش حلو، تحس انه هي لعبة موبايل، فدي الحقيقة يعني بصراحة. فكان ممكن تتغير يخلوهم زي ايام بيس مثلا، زي فيفا يعني مش هنختلفه، ولكن المنظر ده تحسه منظر موبايل يعني، ومنظر بصراحة مش حلو او مش هتفرق معنا يعني. المهم دلوقتي هنخش كده كده على الجيم بلاي ونشوف الجديد. طبعا الفعاليات مش هتكلم عنها، الاونلاين مش هتكلم عنه، لانه طول ما انت عايز تجرب اللعبة وعايز تشوف اللعبة طارت ولا لا لازم تهتم بالاوفلاين فقط. طيب المباراة زي ما انت شايفين ندخل على المباراة على طول، من ثم هنروح لمباراة تجريبية. وما تنساش زي ما قلت لك في اخر الفيديو هقول لك حاجة مهمة جدا، عندنا الدوري الانجليزي، الدوري الفرنسي، الايطالي، الايطالي الدرجة الثانية، عندنا هنا الفرق الوطنية، فعلا الفرق الوطنية، عندنا هنا اخرون اللي هي منطقة اليورو كلها، وهنا برضو عندنا الدوري الاسباني. في الدوري الانجليزي عندنا الفرق المرخصة فقط لغاية دلوقتي مانشستر يونايتد وارسنال، كذلك في الفرنسي عندنا موناكو فقط، مع انه باريس مرخصة بس في فرق بالرغم من ان هي مرخصة مش موجودة. فعلى العموم في الدوري الايطالي عندنا فرق كتير، عندنا اتلانتا، عندنا مونزا، عندنا انتر ميلان، عندنا اي سي ميلان، نابولي، روما، لازيو، اكبر واهم فرق الدوري الايطالي بس هي اللي موجود. تمام في اليورو طبعا شفنا بايرن ميونخ، بس عندنا في الدوري الاسباني برشلونه فقط. فعلى سبيل المثال انا هلعب ماتش كده، عندنا ما عندناش ليفربول، فهختار فريقين بالدوري الايطالي، اختار على سبيل المثال ماشي يلا دي كلاسيكو الغضب، وقف كلاسيكو الغضب صح، نسينا فرق في امريكا الجنوبيه يا شباب. فعندنا هنا في قارب مش عارف مين، عندنا كاكولا خلاص، عندنا اخرون برضو فرق ما هي مش مهمة يعني، عندنا في امريكا الشمالية برضو الدوري المكسيكي يا شباب، فتقريبا كل فرق الدوري المكسيكي موجودة. انما في اسيا يا شباب زي ما انتم شايفين في مين في اسيا برضو تقريبا ما فيش دوريات معينة يعني ضايفينها، ضايفين كل الفرق كده وخلاص. فنطلع برضو نشوفوا هل الفرق العربية موجودة هنا يا شباب ولا مش موجودة، غالبا مش موجودة. تمام كان في فرق عربية موجودة سابقا يعني، كان في النصر وفي الهلال، ولكن واضح انهم اتمسحوا او مش موجودين حاليا. المهم يا شباب يلا هنختار انتر ميلان ضد مين؟ ضد الفريق برضو من يلا ضد بايرن ميونخ يا شباب.
طيب يا شباب، بخصوص الملاعب، تقريبا الملاعب برضو زي ما هي يا شباب، ممكن يكون ضافوا استاد او اثنين، ولكن الاغلبية يعني زي ما هي الملاعب، فما فيش حاجة. اذا الوقت طبعا الجديد يا شباب، الجديد انهم هم ضافوا الطقس الثلج يا شباب، شتاء زي ما انت شايف الطقس ممطر وثلج، ودي اخيرا يعني عملوها زي ما انتم شايفين الطقس الثلجي والممطر، لو هتلعب ممطر يعني، فالطقس الثلجي حلو برضو، لكن انا مش من اللي بيحبوا الوضع ده بصراحة، خليها ممطر. انظر العشب، الحاجات دي كانت كلها موجودة، الوقت ليل واليوم اللي هو نهار يعني، فاحنا خليها ليل يا شباب، الملعب زي ما هو، يلا نطلع. ملاحظة، انا بلعب الشباب على اعدادات الرسوميات مش قوية، اقل من المتوسطة، عشان اخد الـ60 فريم انا وبسجل، فانا اهم حاجة عندي الفريمات، فملاحظة بس حبيت اقولها لكم، انما دي مش رسومات اللعبة، رسومات اللعبة افضل من كده بكثير جدا. من هنا طبعا مستوى المباراة نجم متميز، هنا عندنا سرعة اللعبة نخليها زائد 2، القواعد هنا الوقت يا شباب زي ما هو للاسف ما غيروش، عندنا 5 دقائق و10 دقائق بس. الوقت برضو، ما الوقت الاضافي طبعا تقدر تفتحه لضربات الجزاء للاستبدالات، الكلام ده كله كلام الكرات طبعا، هل ضاف كرات جديدة؟ اضاف كرات جديدة زي ما انتم شايفين، هي كرة واحدة اصلا موجودة بتاعت لعبة اي فوتبول، بتاعت اللعبة يعني الكرة الرسمية، فبرضو خلينا نطلع شباب على طول ونروحوا للجيم بلاي. طيب يا شباب، بدأنا المباراة مع فاول، طبعا انا لعب اللعبة كثير يا شباب، ف مش جديدة عليا يعني، فبرضو الحياة اللي حصلت، طيب يا شباب الحياة اللي اتطورت بصراحة بشكل غريب في لعبة اي فوتبول، وهي الذكاء الاصطناعي شباب، الذكاء الاصطناعي كأنه بشر بيرقص كتير قوي، الذكاء الاصطناعي مش عارف طوره ازاي. طيب يا شباب، الله، اول هجمة ليني رؤو وراح، ما راحش، ماشي، امسك، روح روح روح، الله، سلام سلام، خد يا على الحارس، ركني ركني، تمام، تعال تعال، اوه ماشي ماشي، يا سلام سلام على الباص، العب، ركنية ثاني، ماشي مشيت غير، اوكي جربوا التسديد اوه عالية جدا. طيب يا شباب، على فكرة زي ما قلت لكم انا لاعب اللعبة كتير قوي، وبصراحة يعني هقول لكم على طول المفيد المختصر المفيد، انا وبلعب اللعبة شباب السرعة بقيت اضرب، بالاضافة طبعا للتسديدات اللي ظبطت بشكل كبير زي ما انتم شايفين. على العموم يا شباب، سرعة اللعبة سواء سرعة الباصات، سرعة الكيمي بلاي، الباص وهو رايح، حركة اللاعب يا شباب، بص انا وبتحرك، بص بص بص، حركة اللاعب سريعة جدا، فهو حاسب الحكم حسب لي فاول. طيب يا شباب، هو ده اللي بتكلم عنه، لاحظ ان انا بلعب بلاعب تقيل برضه، مش لاعب، اهو ده لاعب خفيف، او خسروه تاني. طيب يلا، النقطة اللي انا حابب اوضحها لكم يا شباب، وهي انه اللاعب بيجي خفيف جدا زي ما انت شايف الدوران، بص بص بص، سرعة اللعب نفسه، بس طبعا دخلت وسط 4 لاعبين، كان الطبيعي انه الكرة تتقطع يعني، من الناحية دي اللي هي سرعة حركة اللاعبين، اللاعب بيلف بالكرة بجسمه، فبصراحة دي من الحاجات الجميلة جدا اللي هم عملوها. طيب اللعبة الكرة طولت منه، ماشي. الشيء الثاني بصراحة برضو اللي انتوا هتلاحظوه في الجيم بلاي، انه يا شباب الكرة لما بتطلع لحارس المرمى دلوقتي بيجي يجيبها بسرعة، زي ما هم قالوا فعلا على موقعهم انهم هم اوه. طيب شباب، برضو الحاجة الثالثة اللي هم اللي تعدلت في الجيم بلاي، وهو الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي بصراحة انا مش عارف، شوف يا شباب، شوف شوف سرعة اللعب، شوف اللعب سريع جدا زي ما بقول لكم، شوف 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 اللعب سريع جدا يا شباب، مش عارف ازاي عملوها بصراحة، ولكن حاجة كبيرة تحسب لكونامي، زي ما انت شايف سرعة اللف جسم اللاعب، اللاعب بيجي خفيف جدا معاك. على العموم يا شباب، دي تاني حاجة، الحاجة الثالثة وهي الذكاء الاصطناعي، كل ما اجي اتكلم في النقطة دي في حاجة تقطيع يعني، ان شاء الله المرة دي اكمل واقول كل حاجة بخصوص الذكاء الاصطناعي. طيب زي ما انتم شفتوا يا شباب اهو قدامكم، الذكاء الاصطناعي في لعبة اي فوتبول بقي يا شباب، بص بص، الذكاء الاصطناعي بيلم 10 لعيبة دلوقتي، تخيل انه ده لعيب، تخيل لو مش اللي ماشي بالكورة كان هيبقى شكلي عامله ازاي. طيب طيب انا الف عادي زي ما انتم شايفين سرعة، يا دي حاجة عجباني جدا. بص يا شباب، بص بص بص،
لعب جسمه سريع قوي يعني، حاجة بصراحة روعة، حاجة ممتازة ممتع جدا في يعني. لعبة إيفوتبول بصراحة، من أحسن الحاجات اللي هم عملوها إنه لعب أوبا. طيب قطعها قطعها يا شباب، الآن تعال تعال، فرصة بص بص الذكاء للمرتدة، يحاول تمريرها من الاصطناعي بين المدافعين. ماشي تسدد، ركزوا في الجيم بلاي. طيب لا ساتر يا رب، ماشي طلعت، بص 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 يا شباب، بص الحارس هيجيب الكرة بسرعة زي ما انت شايف، بص 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 على طول باصة. الدور في الأول الناس اللي بتلعب اللعبة كتير هيفهموا على طول، الأول الحارس كان بيطول، كان بيجي يعني بعد ما يحط الكرة على الأرض كان يقعد بتاع 6 7 ثواني كده على ما يباصي، اللي هو لو في هجمة مرتدة كانت هتروح عليك بنسبة كبيرة، لكن دلوقتي الحارس بيلعب على طول. فدي برضه من الحاجات اللي هم اتكلموا عنها على موقعهم الإلكتروني، وقالوا إنه الحاجات اتظبطت، وفعلا أنا بجرب اللعبة هاي برضه اتظبطت. الحاجة برضو الرابعة يا شباب، لو تلاحظ انه هتركز انا وبلعب دلوقتي في الجيم ليه، بس للأسف في الملعب ده المدرجات بعيدة لورا، في تراك في الملعب، فعلى العموم هتلاحظ في الإعدادات انه الجماهير دلوقتي ماسكين أعلام الفرقة صاحبة الملعب، صاحبة الأرض يعني اللي هو أرضها. تمام يلا لوكاكو يا راجل، حرام عليك يا أخي. طيب يا شباب أنا بصور، فبرضه اللعب مزروعي صعب انه بالصور، مش عارف تركز في الكلام هنا وتركز على المباريات يستلم الكرة الجديده من ولا الخلف، تركز في الجيم بلاي وتلعب بيدية وانت جميلة، ساكت. فبرضه لاحظ ان ده مش مستوي على فكره يا يلعب جماعه، بس الكرة الجي على بس خط الملعب، الذكاء الاصطناعي بيرقص يا جماعه برضه. ولكن حط أيضا اوعى أمر مبشر خصوصا أنها المرة الأولى في الشوط ضل الثاني. ضل ضل. اوكي سلام، اوعى دي لوحدي، شفت يا شباب جسم اللاعبين يا اخي، يا الله جالها ماشي. نوغلو، يا سلام مرور جميل، داعش اللي فعل بعدوها من منع اي الهجوم رغم استقاله الانطلاقه اللي تاني كانت كوبري ده تبدو ولا واعده وتشكل خطر كبير جدا لولا تألق هذا بوش كل الخطيب مرة يحيى تسلم المرمى. الجرة. قف اللاعب الان بص بص يا شباب، سيتم الاعلام في التغيير، المدرجات ولو تغيير تلاحظ في تكتيكي الاعادة رائع، ماشي، ولكن المدرب فاكيد كيف برضه حاجة يواكب لاحظوها تغيرات الناس في اللي الملعب؟ بتلعب اللعبة، لكن الناس اللي بتلعب جديد فحاجة برضه لازم تبقوا عارفينها. فبرضه ساري انه في مميزات برضه يا شباب على فكرة، مش غوريتسكا، زي اللي هو طفو ساري انيميشن جديد في التسديد. كينجزي كومان، طيب الحارس ممتاز يا حارس، فزي ما دي بقول لكم يا ماركو، شباب ضفوا انيميشن جديد في التسديد، لكن ضاغطين ليو عليا يا شباب. ساري، ساتر بس، لا 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 باريسكا، لا لا، لمسة ماشي يلا. قوية، تورام، اخيرا وتهديف اخيرا جميل، اخيرا الهدف الاول، احتفال الهجمه المرتده. وأخيرا ينجح في الوصول تمام للهدف. طبعا لو تلاحظوا دكه البدلاء فاضيه خالص. توقيت مثالي للتحرك واستقبال كرة تمام يا عبر شباب، خط الدفاع، لم يكن تمام في التسلل، ممتاز. لا يفقدون الأمل في الدقائق الأخيرة، ما زال طيب يحاول فريق الإفلات من وعاء الخسارة وتحقيق التعادل. سلام مختاريان، سلام، مارتينيز لا يتلقى لا لا لا، الكرة، طولتها طولتها قوي. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام، مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى هجمة ذكاء. صعبة جدا موسيالا، يا والكرة في اتجاه المرمى، سنة، جول. بس عملت تكلينج، لو سنة بسيطة كان هاي الحكي هدف التعادل. التعادل يأتي طيب سريعا ركزوا يا جدا، شباب، الإعلام في المدرجات هاي في الإعادة زي ما تعادل انتم شايفين، أو سيء في في الاحتفال هذه قصدي المنطقة، يعني، العرضية كانت فزي ما انتم رائعة شايفين وبالسرعة هنا الإعلام وبالتالي هاي في علامة هي واضحة أسيست رائع لهذا زي الهدف. ما انتم شايفين. هاتت إيه المرمى أيضا خليني لفوز اشوف جميل دلوقتي اركز معاكم اللاعبين، في الكلام واللياقة وخلاني الإدارية اتكلموا من أجل تطبيق هذا إيه الفكر التعديلات وسيطرة اللي في الملعب اللعبة. طيب يا شباب والهجوم زي ما قلت المرتد لكم وتسجيل أهداف. الجيم بلاي تعدل بشكل كبير، اللعب خفيف جدا، الباصات كلها اتظبطت، التسديدات، بص يا حنين اللعبة في الجيم بلاي مش ناقصها أي حاجة على فكرة، هي بس ناقصة إنه زي كل سنة هيحصل تطوير ملحوظ يعني في الجيم بلاي، ولكن الجيم بلاي حاليا ما فيهوش أخطاء، الجيم بلاي ممتاز جدا. لو أنت اتحملها ولا لأ، بص لو انت من الاشخاص اللي شافوا الاعلان بتاع 2020 ومنتظر تغيير كبير جدا عن نسخة بيس نفسي ف لا، لكن لو انت من محبي بيس 19، بيس 20، بيس 21، حابب تلعب نفسها هي بيس مع تطوير اللي هو انه اللعبة بقت سريعة وانه اللعب بقى خفيف ومع انيميشن جديد اضاف للعبة واضافات اخرى، فاللعبة مناسبة جدا ليك. ايه طيب انت مسحت اي فوتبول 23، هل تحملها لو في حمل في تغييرات في اللعبة تستاهل انك انت تجربها بنفسك؟
غير اللي انا قلته في الفيديو. طبعا مش كل المميزات هقدر اعرضها في جيم بلاي واحد، زي الانيميشن مثلا، الانيميشن الجديد اللي هم ضافوه في التسديد ما ظهرش، ما فيش فرصة جات مناسبة ما اقدر اتابع فيها الانيميشن. فده برأيي باختصار، اللعبة اتطورت وتحسنت للأفضل بشكل كبير جدا. تعالوا نشوفوا آراء لاعبين بيس نفسهم. أولا يا شباب، عايز أوريكم حاجة. صح، إحنا دلوقتي دينا في الصبح ومش عارف الناس كلها صاحية وبتلعب ولا. على العموم يعني إحنا في الصبح بدري، لاحظة كويس جدا. عايز أوريكم عدد اللاعبين النشطين حاليا على إيفوتبول بـ20. حاليا يا شباب إن الوقت الصبح زي ما قلت لكم 5000 بس اللي فاتحين، ولكن الوضع الطبيعي زي ما نزلت لكم في المنتدى عندي بيبقى فيه بتاع اكتر من 14000 لاعب، ده متوسط عدد اللاعبين. لكن دلوقتي ان احنا في الصبح فاللاعبين اللي فاتحين اللعبة قليلين، 5000 بس. رابعا في المنتدى يا شباب، في المنتدى طبعا نزلت لكم هل لعبة اي فوتبول اتغيرت ولا لا. تعالوا نشوفوا اراء الشباب يا شباب اللي لعبوا اللعبة بنفسهم. ايه طيب، هنا رأي بيقول هو هنا ما قالش حاجة مفيدة. طبعا هنا الرأي اللي بعده من محمد طارق، لو ضفوا الماستر ليج وبقية الإضافات اللعبة هتبقى خرافية، لأنه الجيم بلاي في الأوفلاين جميل جدا وسريع. طيب ده نفس اللي أنا قلته دلوقتي يا شباب، ده رأيي. طيب اللي بعده بيقول إنه اللعبة بتتطور شيء بعد شيء والقادم أفضل، ده برضو شخص متفائل بالتحديث الأخير. هنا اللي بعده بيقول لك أي لاعب بيقول إنه مفيش فرق، ده شخص غشيم وملهوش دعوة بالكورة. يعني هنا وبيقول لك طبعا انه اللعبة اصبحت افضل وسلسة والوان جميلة وتغيير واضح في الرسوميات. طيب اللي بعده شخص بيقول انه اللعبة ما تبدلش فيها شيء من الاسوأ الى الاسوأ، وبيقول انه اضطر انه يشتري لعبة فيفا 23. طيب ده شخص رأيه عادي. هنا في شخص بيقول انا لاعب بيس 21، لعبة خرافية وجيم بلاي روعة افضل من ايه. فهكذا يا شباب هي الاراء. لاعب يقول لك اللعبة كويسة، واثنين يرجعوا يقول لك اللعبة عفشة، ومردين عليهم ثلاثة يقول لك اللعبة فيها تغيير واللعبة اتطورت. طيب الشباب، الشيء اللي في آخر الفيديو هي إنه شركة كونامي عاملة استطلاع رأي للجيم بلاي للجمهور اللي بيلعب لعبة إي فوتبول. طبعا السنة اللي فاتت عملوا نفس الكلام يا شباب. بص يا شباب، حاليا شركة كونامي بتعمل الحاجات اللي اللاعبين عاوزينها. يعني اللاعبين كانوا بيقولوا لهم عايزين اللعبة خفيفة، اهم خلوا لكم اللاعبين خفيفين. اللي عايز اقوله لكم انه شركة كونامي بتلتزم بكلامكم، عشان كده هم عملوا استبيان اسلوب اللعب في فوتبول 24، وبيطلبوا منكم انكم انتوا تشاركوا يعني، وتحددوا الحاجات اللي انتوا عايزينها تتضاف وايه السلبيات عشان يقضوا عليها تماما. فهسيب لكم رابط استطلاع الجيم بلاي. مهم انه كل واحد بيحب بيس يدخل يعمل الاستطلاع ده ويقول لهم على الحاجات، ويقول لهم على اللعبة برأي، يعني يقول لهم على اللعبة بكل صراحة عشان لو في حاجة مش مناسبة يحسنوه. طيب هنا التصنيف 5، يعني انت راضي، راضي جدا، او موافق بشدة، او موافق وهكذا يعني. ف هنا بيقول لك الى اي مدى انت راضي عن المراوغة على النحو المنشود. بصراحة مش ما استخدمتش المراوغات كتير، فغير متأكد. ايه تقييمك لاستجابة امر المراوغة؟ بصراحة للأسف ما لعبتش مراوغات بصراحة، يعني خلاص المراوغات وبعدين يعني القدرة على التمرير بصراحة ده كويسة جدا. اللاعب دلوقتي بيمر بسرعة رهيبة، يعني سرعة ممتازة يعني، وبرضه بتروح للاعب اللي انا قصده. تبدو حركات الكرة، لا بص، حركات الكرة عايزينها تتطور شوية، فاقول لهم يلا اختار النص ونص. سرعة الكرة عند التمرير طبيعية وواقعية، فعلا 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 السرعة ممتازة. فبرضه شباب زي ما انتم شايفين يعني حاجات كتيرة جدا بيسألوك عنها. انت ادخل قيم بصراحة، الحاجة الممتازة اعمل لهم 5 نجوم، الحاجة اللي مش حلوة اعمل لهم 3 نجوم، الحاجة اللي سيئة خالص اعملها نجمة واحدة، الحاجة اللي انت مش متأكد منها وانت مجربتهاش زي انا ما جربتش المراوغات، فكنت بقول لهم غير متأكد لاني مش متأكد هل هي فعلا الكلام صح ولا لا. فده استطلاع مهم جدا، ادخل واعملوه عشان يضيفوا الحاجات اللي اغلب الناس هتتفق عليها. فهو ده شباب كان الجيم بلاي باختصار، وقلت لكم تحملوها ولا لا، وفي حالتين تتحملي وفي حالتين ما تحملهاش. اتمنى لكم الفيديو عجبكم، دي المراجعة الكاملة للفوتبول. شكرا للدعم، شكرا للمشاهدة، وسلام.